طيب، من مقاتلات الرافال نروح ونشوف جزء من كلمة وزير الداخلية خلال الدورة الـ34 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس. إن تحقيق نصر حاسم على الإرهاب وتنظيماته ليقتضي ضرورة اعتماد استراتيجية دولية شاملة تتوحد فيها الجهود لمحاربته على كافة جبهاته ومواطنه دون استثناء، وتقطع منابع تمويله ودعمه دون تردد في إطار تكاملي شامل يتم من خلاله التعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني. إن أبناء مصر من رجال الشرطة الأبطال ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل يسطرون اليوم ملاحم وطنية جديدة بإصرارهم وعزيمتهم على تطهير البلاد من دنس الإرهاب مهما بلغت في ذلك الصعوبات وعظمت التضحيات، وهو ما تجلت نتائجه واضحة في تصاعد جهود الكشف عن الحوادث الإرهابية وضبط مرتكبيها. أصحاب السمو والمعالي السيدات والسادة، إن مجلسكم المؤقت يظل هو الحصن المنيع أمام كل التحديات، فهو يؤدي رسالته بمنتهى التجرد والمصداقية ويمارس مهامه وفق لمبادئ أصيلة وتقاليد راسخة ترتكز على التشاور والتنسيق والتفاهم وتبتعد عن القضايا الخلافية. وهذه الجهود ينبغي أن تمتد حيال صياغة منظور عربي شامل للتعامل مع الشركات العالمية للاتصالات وشبكات الإنترنت، بما يعزز جهودنا في منع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي كساحة مفتوحة تستخدمها التنظيمات الإرهابية للتنسيق والتدريب والتجنيد والترويج لثقافة التطرف والعنف، فضلاً عن الحصول على التمويل المادي والمعنوي. وها هي مصر تمد يدها لجميع الأشقاء لنبدأ مرحلة جديدة من المواجهة تعتمد على استراتيجية أمنية عربية متكاملة تتجه محاورها صوب تحرير أوطاننا وشعوبنا من دنس الإرهاب وتصحيح الأفكار والمعتقدات المتطرفة ودعم الإرادة وتصويب الاتجاه. يعني نهوان، طبعا زي ما شفنا جزء من هذا المؤتمر، المهم في نهاية الأمر إنه إيجاد استراتيجية عربية شاملة، وإن يكون هذا اللقاء فعلا يوصلنا لنتيجة على أرض الواقع بأنه يا رب يكون في استراتيجية عربية شاملة أو تنسيق ما بين كل وزارات الداخلية فيما يتعلق بملف محاربة الإرهاب. يمكن كان في نقطة في غاية الأهمية اتكلم فيها الوزير، أنه إزاي أيضا هنخاطب الشركات العالمية وشركات الاتصالات عشان يقدروا أن هم يقطعوا رافد الإرهاب في وسائل الاتصال وخاصة الإنترنت. إزاي ده ممكن يتم في نفس الوقت بدون كمان ما تأثر على حرية تداول المعلومات على الإنترنت أو حرية أنت استخدامك لهذه الوسائل، أيضا هيظل سؤال كبير. وإيه قدرتنا إحنا كعرب للتأثير في هذه الشركات العالمية الكبرى؟ ده برضو سؤال مهم جدا.